أسأل نفسي سؤالا عندما أرى ذلك القارب الذي يسمى الشاشة، كيف لهذه الشاشة أن تطفو على سطح الماء دون أن تغرق رغم وجود فراغات بسيطة بين سعف النخيل المصنوعة منه؟ لكنني عندما جلست مع واحد من سكان لوا عرفت السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. ولهذه الشاشة تفاصيل يرويها لنا علي بن خميس المعمري من أهالي ولاية لوا، وتفاصيل أخرى عن لوا إحدى مدن ساحل الباطنة. أشعارنا الشاشة، أشعارنا وأشعار أبائنا وجودنا. إلا الشاشة نستعملها من زور النخل، من النخل نأخذ أحسن الزور ونسحله، عقب ما نسحله نجيبه ونخرسه في البحر. شيء نخل معين ولا أي نخل؟ شيء نخل معين. ولا مسلة ولا شهل؟ ما كل النخل معين يعني، ولا مسلة ولا شهل، إن هذا زور قوي ما يخرس زيادة في البحر. ونجيب ونخرسه هنا ونخليه قدار أسبوعين، ونقلد الليف، نقلد الليف ونسوي مشاكيك، وناخذ العسل مال الصلاني ونسوي مشاكيك قدام في الحبل من قدام، في الحبل من قدام، من قدام عنا نشك بالزور، نكمل الزور، خلص الزور دخلناه وسحناه ونولمه، شيء يسموه بغ، وشيء يسموه رضف، وشيء يسموها راس. نقول نكمل القاعة، نشك القاعة، عقب نكمل نشك الخواصر منه ومنه، يسموه خواصر، يسموه خاسرة. بعدين نشك الغطاء، بعدين نجيب الكرب، استعمل لها الكرب. شوف الشاشة هي كم شلت، 1500 كربة، 1000 كربة، 700، 500 على كبر الشاشة. شاشة كبيرة مال ضغوة، وشي شاشة مال سيرة بحر يصيدوا بالصيد، وشي شاشة بعد يصيدوا بالصيد اللي صغيرة ما النفر واحد، ما النفر واحد. كملنا الشاشة، شكيناها وصفينا الزور وصفينا عليها الكرب. الكرب يكون ببطنها، ببطنها، هي صف داخل بطن الكرب. بعد الكرب ما اللي توح، توح الصفة مرة كان من تقلبها، وكان سيدة سيدة مشوف شيء هوية الصف عليها، تعدل الكربة الصفة مرة صف وتتبعها مرة كامل من التفر لنص الصدر. يوم تجي الصدر تخلف، تخلف الصف الكرب، كان قابل كذا كذا في العرض، لا الصدر تخلفه، تخليه يصف على قدام، على قدام، على قدام. إيه أبوز الكربة يصد قدام صدر الشاشة. ليش؟ أنا ما يزخ ماي. أها. إيه يوم يدور صدر الشاشة ما يزخ ماي، ما كمل هذا اللي هنا في الوسط، هنا يأخذ زيادة كرب، واللي هناك لا. الشبت عاد صفيت يعني، سويت يعني شو فيها من مشايب، مشايب يسموها، تصلبها وتجيب غصوص وتجيب هذاك الله هذا صوره، الصور تزخ عليه وتصلب المشابه على ذيك الصور، تزره على قوتك مره، على قوتك مره عشان يمسك، انا مشان يمسك، يمسك الكرب هذا في الزور في الشاشه الروحه. تتبع هذا الشاشه هنا في التفر ثلاث، وفي الصدر في الوسط ثلاث، في الصور ثاني، احنا في الغصوص ثاني قدام بعد ثلاث، في الصدر ثلاث، يمكن على كبر الشاشه وصغرها. بعدين عاد زخيت شليت الدفافين عليها، سوي لها دفافين، تجمع هذه الشاشه دفافين منه، وتربط على غصوص، تربطها على غصوص، وخلصت الشاشه جاهزه. عاد جاهزه تو، تو الشاشه يهزت تو عليك، سوي ايش عاد؟ كان بس الغبه البحر الشل، شو هو؟ سوي دقل، دقل شراع، شراع يسوي لك دقل على قد الشاشه، ويسوي لك شراع على قد الشاشه. الصيد الاول صيد نوعين، صيد الخيط وصيد الليخ. صيد الليخ نستعمله من البي، نستعمل البي، 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 البي هذا الأول شيء يابنا يشترون مسكد. هذا غزل؟ لا ما غزل، هذا مال شير، مال شير، مال شير، هي بي مال شير، البي هذا مال شير. من وين يشتروه؟ مسكد، من مسكد، هي
بعدين تقرب لنا يا ابو فسحار. تقرب لنا يا ابو فسحار. جي عند النسوان وغزلنا النسوان، نعطيهم بوزان وناخذ عنهم بوزان. عقب جبنا احنا مع النسوان، اخذناه. طويناه كبيب. عاد انت كم تريد؟ كم شده اللي تريده؟ تريده ست؟ تريده ثلاث؟ تريد على كم؟ على ما تريد. المنصب نسوي ست شدات. المنصب مال الكنعد والسهوة والقباب هذا. السينة مال الخباط وهذا باقي السمك الصغار نسوي ثلاث شدات وشدتين. تحت نخلي ثلاث شدات. وهوق نخلي شدتين. اللي قبل لا نستعمله هذا نحيسه. قبل لا نستعمل البي. يعني الطراقة. أو نحيسه. ونحوي على حطبه. بعدين زخينا وطرقناه انطرقوا رواحنا. جبنا عاد هنا ولفنا المحار ورلفنا الكرب وصفيناه دور ما داير. نصف صفه صفتين وكبينا محار لين يكمل. كمل لبقناه بكمته وعطيناه بضب. ايش يسموه؟ يسموه صار هي يسموه صار الاسم. تم يلبق عاد في الضوء لين قدام اذان العصر. عصر عقب اذان العصر وردت الشمس جينا طلعنا المحار هذا النظيف. طلعناه كان استوى اسود. ترى هو ما ينفع هي ما ينفع. ولو استوى كما ثوبك كما ثوبي بيضه محار ينفع. ترى هو ينفع. وقف اللي قال يلا مسوى ركبت المسوى. دورت مسوى سي سحار هي سي سحار هي مسوى من سحار جيري. ها جيري مسحار. ونعدله تبع نعدله مره نعدله غدا ما يحتاج. خلص الليخ وخلصت اللناير الحين كل شيء. خلص كل شيء من الغزل والبي. غزل صيد الياخ صيد الياخ تو عاد الليخ خلص من كل شيء. شليته عاد تنصبه. كان عندك شاشه من قبل. شليت في ذيك الشاشه زقرت مثلك وشرواك اللي هناك حاضرين. قالوا وش عاد وش عاد؟ قال بيسوي مهموسه. مهموسه قروس البر والسم العربي والتمر المدلوك. يلا تعالوا كلوا منه 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 من والعرب تاكل. اللي يزيد شلوا البحر. اللي يزيد شلوا معه البحر. هو ربيعه كان عنده ربيع. اول ما يتوح حصاه داح كسره. من ذاك التمر ورا الحصاه. داح البحريه ذيك الثانيه داح كسره كذا ورا البحريه. مغط الليخ مثل مغط منك مثل. واللي يزيد كله هو ربيع. الخيط كيف نعمل؟ الصيد بالخيط. كيف نعمل؟ نعمل الخيط ناخذ غزل ونحيسه رواحنا ونشوف كم شده يبقى الخيط. ثلاث شدات شدتين ونزخها ونكسر رواحنا ونكسر على ايدينا. في اليوم بسوي لك باعين ثلاث تبوع بس يوم بتسوي. بعد اللي يقول لك على الطوالات يزهد. هي بغيت عاد شدتين عاد الرداع هناك. كيف الرداع؟ الخيط الروحة ثلاث شدات والرداع شدتين الرداع. الصيد الوايد هاي بذرة الديايو والقصماء هذا نسوي له 10 ميادير 9 ميادير. حد يسوي له 12 ميدار. انتهى تحتك ومسوي سواويد قريبة يعني. هي قريبة. الأول ما سويته ماشي. الحين ما هي. كله بعيد. ها بذرة الصالة والكوفرة والسمان والقربية والباوو والوريقة فرينكا سنسر هذا باقي السمك. هذا أنواع سمك. أنواع السمك. هذا نسوي 3 ميادير. ولا 4. دفرت شاتك ورحت. دار البر لك الصبح. نشرت الشراء كان البرد خفيف جر تحته شوي 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 وكان البرد طيب هو طيب ما يستحمل يشلك الشراء يوديك لين المكان انتبه. طرحت هناك وحدقت ويوم دوار الهواء
نشرت شراعك وجيت على البر. وبعد رحلة صيد طويلة كانت أم قصيرة، يأتي الصياد بما رزقه الله من خيرات البحر ويعطيه لشخص يعرف محليا باسم الجمار، وهو الذي يتولى عملية نقل السمك ليتم بيعه بعد ذلك في العرصة، حيث ينادى عليه في سوق لواء الذي كان يحتوي في السابق على أنواع متعددة من البضائع التي تأتي بها السفن العابرة من بلدان مختلفة. البيع السمك هنا عندنا احنا بلدنا، هذه عندنا قماميط. قماميط؟ هي قماميط. هذا اللي يشلوا السمك يبيعوه مكان ثاني؟ يشلوا يبيعوا يودوه العرصة. العرصة؟ كان عرصة هنا. وين العرصة كانت؟ عرصة شرق المحكمة الشرقية. شرق المحكمة هنا. هنا كان صدر كبار. وهنا العرصة تستوي. وتولى في العالم هنا. مسيرة ساعة، ساعة ونص تسمعهم. من قوت العالم. هنا العرصة. وينادوا هناك؟ ينادوا هناك على الصيد. القمار تشله منه وشي يودي هناك وينادي عليه، ويوم هذا جاب فلوسك وقال لأبوي هذا بيعك، عطيت لازقنا سهمه وخذت سهمك انت. البضاعة هنا مسكت. مسكت؟ هي نعم، ونزلها على حرمول. حرمول؟ هي الولاية الواء إلا البندر حرمول. بندر السفن؟ بندر السفن حرمول، ينزلن على حرمول، يشلن من حرمول السفن، يحملوا قاشع، يحملوا لومي، يحملوا كل شيء. يحملوا من حرمول السفن أكثري، ويوم يعني لهم يشتوا لهم يعني مكان حمال كما صحم كما الخابورة، يصير ربوان متشحن شل منك. شل منك؟ هي شلوا ما كله مني، والبوام التي بناك بعد في بالعيش نزل تتباع وتنزل حرمول، نزل على البلادين ذلك ما هي سيارات غير على الله على الله والمحمل. المحمل بوم يلبوت سنبوق كوتية، هذا المحامل بدان كبار. هذا فيه محامل لها اللواء؟ لا ما لها اللواء، غير هاللواء اللي تجي عابرة. عابرة وشي عندنا هنا بوام، شي بومين محملين بعدين كسرن على باعن بعدين سوى يلبوت عود، سوى يلبوت كبير بعدين سوى ضرب عليه الخب وسوى فيه نفر واحد وخب شديد الخب. الناس اشتراك الرجال تابل يوم وثلاث ايام خلال ما قاوى على الخب نفر واحد. صحيح؟ هي كان يركض عليه بخصين ويضرب الباورة بخصين ويركض على السكان ويديره ورزه على البر. ها يوم يزن في نص المعي دق الفكر بعد ثانية كان بعقلة الباورة هنا وبعفد عنه هذا على البر قريب تاح الباورة العودة ليه. يوم تاهل الباب والعوزة جاء بتكبه كبب الخصين قربه عشفه مرة ثانية طشك كم هناك وكان يلايف صوبين سلم هناك. هو سلم هو بخير. المحمل خلاص راح؟ المحمل راح، المحمل ما راح. ما راح ما صابه شيء الا عاد لوثوه بعدين طلب لي ناس وهذا ولوثوه في عاد ضرب مالكلفات وهذا صيانة بسيطة المحمل وشار. سافر بحفظ الله سافر وقت الغبشة ترجع باكر دارك الساحل ينادي. وكغيرها من مدن الساحل ينتقل معظم سكان الساحل في حرمول، وهي أكبر قرى الساحل في لواء، ينتقل سكانها إلى المزارع لقضاء فترة القيض تحت ظلال أشجار النخيل. احنا ننتقل بلدنا هاي تنتقل نبر تنقل هذا لميس لبلاد قريبة إلا نخل غرب كمان احنا الحرمول احنا ننتقل من يبشر قبل لا يبشر الصلاني استلينا استلينا عاد نسوق الدعون تابعوا الدعون الأول ماشي غيرهن دعون نشل من الدعون هذيلة ونبني عرشان داخل النخيل وحددوا فرقان طلعوا من النخيل مكان يعني صحراء كذا وداروا صف البيوت عرشان صار وبنوا. سكن سكن
لين القيض، يخلصوا من القيض، خلصوا من القيض تحولوا ردوا بعدهم الشتاء على الساحل. على الساحل ردوا على شنو؟ على بعث البحر ثاني مرة غير. هي في القيضة لو بعث البحر قليل، إلا عنده دوباية هنا بحر 20-15، ولا عنده شد، ولا صار ساعة واحدة ورد. إلا الصيد واي، إلا والصيد واي على الشدود، صالة، كعب، كر، مكذا قورانة، من جميع السمك. صار يا شاشة شحنة، شل القماط، صار يبيع القماط عاد يتبع الفرقان الصبح، يتبع الفرقان، ولا العصر لا، عقب الظهر لا، في العرصة يبيع العرصة، وفي منادة وجلال يدانت عليه سمك. من المناطق اللي هو من شرقه ماشي غير حرمول. حرمول البحر بيه ماشي، وانت ماشي؟ احنا ماشيين نبر حرمول. نبر بس. بعدين يجيك رميلة. رميلة هي رميلة الدواني. من الاسرار ساير شناص. اها هي اللي عند الواء الغرب يعني زياده شويه في الهبال. نعم في تعلم قرآن. قرآن؟ قرآن. كيف كانوا يتعلمون؟ يعلمهم مطوع. تعلمهم مطوع. مطوع علمهم من الألف للبيت على اللوح. يعلمهم كتب لهم على لوح، ياخذ الحبر، الحبر مال عوق مال البحر، ولا عنده حبر روحه مالها، ويعلمهم يكتب لهم على اللوح ويعلمهم بالحبر، لين يعني يطلعوا من يجي عمه. من الآيات هذا القصار عاد عفدهم على المصحف وتم يقريهم المصحف. الساحل ينادي. هذا الشيء أنا ما صرته اللي يخبرونا عنه. يخبرونا عنه إن الشيرة كبيرة كبيرة، ما عنده كم متر كذا يعني دورتها، وثمرتها كما الغرش. شيرة الماشو صح كما الغرش هاي اللي ما تفيد. اللي يقول أنا يوم أنت هناك تحتها كان إنسان مريض ولا شيء يستفيد يأخذ منها يعني. سكن الآلام يقولوا. سكن الآلام يستفيد من يعني من شجرة هذيك. الشجرة هذيك. هي شجرة واحدة؟ شجرة واحدة بس ما شجرة. بس. هي ويمكن الشياب يقول مستوت الدنيا هاي الشجرة. هي موجودة. هي موجودة. بسنين سنين سنين.